اهلا بيكم مره تانية. لو حضراتكم بتتابعوا برنامجنا 10 الصبح في الاهلي من اول حلقه ليه، اكيد لاحظتم ان احنا مهتمين جدا باننا نستضيف في كل حلقه بطل او بطله من ابطال النادي الاهلي او المنتخب الوطني بشكل عام ايا كانت الرياضه. احنا مدركين كل الادراك ان طبعا بطبيعه الحال كره القدم متسيده الموقف كالعاده، لكن ده ما يمنعش ان احنا محتاجين ان احنا نلقي الضوء على نماذج مشرفه، نماذج مضيئه، لعيبه منورين في ملاعب رياضات مختلفه. دي حاجه احنا حريصين عليها جدا من اول حلقه من برنامجنا 10 الصبح في الاهلي، ان احنا نعرفكم على نجومنا وعلى ابطالنا في النادي الاهلي اللي دايما بيشرفونا في كل المحافل. النهارده منورانا في الاستوديو احدى بطلات النادي الاهلي، احدى اللاعبات المتميزات، سارة حسام، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي. صباح الخير عليكي وألف سلامة. الله يسلمك. ألف سلامة عليك. لسه بنسألها صباح الخير طبعا في البداية، ولسه كنا بنسأل سارة إيه اللي حصل، يعني ألف سلامة. مش عارفة ده في التمرين. بالتمرين كان بقالنا 10 أيام بالظبط، كان عندنا تمرين كنا بنعمل زي هجوم ودفاع كده، فجالي كنت بدافع يعني فصباعي اتشبك في تيشيرت واحد. اتحسدتي يا سارة، حسدوكي يا سارة. بس عندي كسر في العقلة الثانية في الصباع الصغير. ألف سلامة. الله يسلمك. طب واحنا هنرجع امتى بقى؟ تقدري ترجعي امتى بقى؟ هو انا عندي ميعاد مع الدكتور ان شاء الله الاسبوع الجاي، هعمل اشعة واشوف الكسر اذا كان لم او لا، وان شاء الله يعني خلال الاسبوع كمان ان شاء الله. جميل جدا. نسمع بقى منك البداية مع كرة اليد ويعني والبطولة دي ابتدت ازاي؟ يعني بدايتها من الاول كانت ازاي؟ احنا نحب جدا نسمع والحاجات الشخصية والكواليس، يعني احكي براحتك، احنا مش هنسأل عشان قطعك. وانا بدأت وانا مثلا عندي 9 سنين، بدأت في نادي الزمالك، بس انتقلت على طول لنادي الجزيرة بعدها، يعني قعدت فترة شوية في نادي الجزيرة. جيت نادي الاهلي بالظبط ده سادس موسم العبه مع النادي الاهلي. بصراحه يعني هو الفتره يعني الانتقالات اللي من الانديه دي، يعني نادي النادي الاهلي نادي بطولات، نادي في حته تانية. صح. يعني يعني هو دايما بيلعب على يعني هو احنا لو ما خدناش اول يبقى ما خدناش، يعني ما حققناش حاجه. يعني ما فيش حاجه اسمها اللي هو احنا خدنا تاني لا خلاص كده مركز مشرف وكل حاجه، لكن لا اهلي يعني اول. يعني ما هو النادي الاهلي ليه؟ ما هو بالظبط ما بتدخلش احنا حاطين عيننا على المركز الثالث والرابع مع الدراسه. الكلام ده يا سيسي ده بالنسبه لنا خساره بصراحه، وده اللي خلاني ان انا اجي النادي الاهلي، ان انا يعني في الانديه كلها الثانيه احنا فعلا بنشارك موجودين في منصه التتويج، لكن الاهلي دايما اول، فهو ده اللي يخليك عايز تاخد بقى لا انا عايز ابقى اول، عايز ابقى موجود في ال. طب انت مبدئيا اختيارك لرياضه كره اليد يمكن مش من الحاجات اللي ممكن درجه او بنات او اولياء امور ممكن يوجهوا بناتهم تحديدا ان هم يعني يمارسوا الرياضه دي بالتحديد، لان فيها احتكاكات، فيها عنف الى حد ما، يعني متطلباتها ممكن تبقى اكتر بكتير من اي رياضات تانية ممكن الاهالي يلاقوها انسب لبناتهم. هو بصراحه هو في الاول جه صدفه، الموضوع كان ان انا اخش هاندبول، ده كان صدفه ان هو اختي الاول كانوا بياخدوا اللي هو الفرق الصغير مدارس وكده، فكانوا بياخدوهم من المدارس اللي هو يبداوا بيهم، ف كنت بلعب باسكت، فماما قالت لي طب ما نبقى في النادي كلنا مع بعض يعني بدل، فاللي هو مش عايزه اروح يا ماما انا بلعب باسكت كويس، فقالت لا 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 نروح ونشوف يعني. باسكت حلو. الباسكت جميل يا ماما، فقالت لا لا نبقى كلنا مع بعض، فهو ده. بس انا لما بدات العب فعلا هاندبول، لا هو الهاندبول حاجه ثانيه يعني. لقيتي نفسك فيه؟ ده حقيقه يعني، لا شغف وحب، وبعدين عارف اللي هو هي عنيفه شويه فعلا بس بتخليك تحبها. هي فيها قوه يعني، انا بعتقد ان كل الالعاب محتاجه قوه يعني. انا انت فكرتيني زمان وانا صغيره برضو، انا كنت زي محتاره او كنت بلعب كذا حاجه في نفس الوقت، رحت لعبت باسكت وسباحه شويه، وبعدين اخر حاجه كانت تنس بس ما كملتش يعني. بس هي القصه كلها احنا بنبقى واحنا صغيرين فعلا مش عارفين الشغف بتاعنا فين، في انهي رياضه. فيمكن كل الابطال اللي احنا لو تفتكر يا كريم استضفناهم برضو في البدايه مش تقريبا 80% منهم كانوا بيلعبوا حاجات تانية قبلها، لغايه لما بعد كده لقوا نفسهم في اللعبه اللي اختاروها ونجحوا فيها يعني. طب بالمناسبه احنا ليه ما عندناش منتخب قومي للسيدات في كره اليد؟ دي حقيقه دي نقطه مهمه جدا. هو الاتحاد مهتم جدا بالناشئين،
يعني هو بيبقى دايما عايز برضو يبقى محطوط اللي هو في اون سبوت، اللي هو دايما مركز اول دايما يبقى. فالناشئين عندنا لما بيهتم بيهم احنا بنعتبر احسن ناشئين موجودين. فانت بتروح بطوله افريقيا، ده نوال لمنتخب مستقبلي ممكن يكون موجود. الاتحاد هو في فكره ان هو مقلل شويه، ان هو مش عايز يحتك مره واثنين وثلاثه، في اللي هو يبقى فيه خساره في الاول. فهو عايز يبقى انا كونت منتخب جامد يشارك فيحقق حاجه مره واحده. فده ممكن يكون اللي خلي الاتحاد ان هو مش عايز يعمل منتخب. يعني هو كل مره بيقول ان هم فعلا محتاجين يعملوا منتخب اول، محتاجين ده لو خدت التين المنتخب ده من النادي الاهلي هيعمل شغل زي الفل. مش هنروح بعيد يعني. والله يعني احنا نفسنا والله الاتحاد فعلا يعني يحقق لنا حاجه زي كده يعني ان شاء الله. طب المنافسه لو هنتكلم عن الموسم الحالي بقى، انت شايفاها ازاي؟ هو احنا الموسم، احنا بنكمل الموسم فاضل لنا فيه 5 ماتشات. هي المنافسه لسه ما حسمتش يعني. هو الدوري لسه موجود في الملعب. ان شاء الله يعني، يعني لو كسبنا 5 ماتشات في الفتره الجايه مع في يعني ممكن نحقق حاجه. وحصلت لنا يعني اخفاقات كتيره في الموسم دوت بسبب ان احنا كان عندنا اصابات كتير، كانت عندنا كان عندنا ناس اعتزلت كان عندنا احلال وتجديد في الفرقه. فهو ده اللي خلى يعني كان في بس اخفاقات. بس ان شاء الله يعني الموسم الجاي باذن الله، يعني احنا حتى كمان ال5 ماتشات دي احنا عاملين اعداد لموسم جديد ان شاء الله هيبقى قوي. بصي حتى اي حاجه اي دروب بيحصل احنا تعودنا كده، احنا دايما الدروب لما بيحصل بعد كده العوده بتبقى قويه جدا. فده شيء طبيعي الكوره الرياضه كده. فانا شايفه ان شاء الله ان الفتره اللي جايه هتبقى فتره نجاحات لينا. وخلينا بقى نروح للصور وتحكي لنا برده الماتشات اللي احنا شايفينها دي كانت ايه. ده كان كنت انا لسه راجعه حتى من اصابه. ده كنا كسبنا بطوله الكاس، ده كان السنه اللي فاتت. ايوه كده بقى كلمينا. ده كان السنه اللي فاتت، كان الماتش على ارضنا وخدنا بطوله الكاس. كان تقريبا ده كان ماتش مع فريق توليدو. كنت حتى لسه راجعه من اصابه. انت مقضيها اصابات من انا تقريبا طمنيني عليك يا صاحبي، والنبي قلبي وكلني عليك. طب انت كتر خير الدنيا ان انت شاركتي في كام ماتش دول. لا بس كلا يعني ده كان الموسم اللي فات برضو كنا توجنا في البطوله بتاعت منطقه القاهره، كانت عندنا في النادي، كان تقريبا مع نادي الشمس. ده ماتش كان مع فريق المعادي. بالمناسبه عايزين نعرف منك اصعب مباراه خطيها، وبرضو في حال ما اذا لو كنت سافرتي مثلا مع الفريق لعبتي اي بطولات خارج مصر، في رحلات عموما خارج مصر، ايه احلى ذكرى ليكي في سفريه من دول او في بطوله من البطولات؟ طبعا الى جانب اصعب ماتش. هو ممكن يكون اصعب ماتش لعبناه كان في بطوله كاس مصر. كان ده اللي احنا شايفين صورته بالمناسبه ولا لا؟ لا لا تانية. ممكن في ماتش تاني في صور تانية. كنا الماتش ماشي ايكوال، لعبنا مرتين اكسترا تايم عشان يعني الماتش الاولاني خلص تعادل، لعبنا اكسترا تايم اولاني خلص تعادل، لعبنا اكسترا تايم تاني خلص تعادل. كان الماتش مع سبورتنج فعلا كان ماتش قوي جدا، وتقريبا احنا كسبنا في الدقيقه 90 زي ما بيقولوا في اخر ثانيه في المباراه. ده التاتش الاهلاوي. كرة قدم كرة يد بعد الدقيقه 90 بنعمل احلى شغل. فدي كان جون جه في اخر ثانيه، ده كانت يعني كان اصعب ماتش، اللي هو احنا كنا البطوله خلاص، انت البطوله حاسس ان الماتش خلاص يعني بيروح منك. بس الحمد لله يعني خدنا. كانت احسن لحظات بقى لما بنسافر، وانا لعبنا بطوله افريقيا هنا في مصر يعني، ما يعني انا اللي انتقلت للاهلي بعد ما رجعوا من بطوله افريقيا كانت بيلعبوها في تونس، فما كنت سافرت معاهم، بس لعبنا هنا بطوله افريقيا كانت في مصر. يعني ذكرى مش حلوه قوي ان انا اتصبت في البطوله في تاني ماتش في البطوله. لا اله الا الله، احنا نعمل لك تامين على الحياه. بكلمك بامانه والله، نمشي بقى بشكل مظبوط نعمل لك تامين. انا بقول كده. ايوه اتفضل. فهو ده كان يعني، لكن واحنا في السفر واحنا لا بصراحه يعني لا جو مختلف تماما يعني. اكيد روح التيم والكلام ده لا يعني حاجه
كلميني بقى عن العيلة أكتر، الأسرة، لما بتبقى الأسرة أصلاً رياضية بيفرق إلى حد كبير برضه؟ بيفرق كتير بصراحة، يعني هو يعني لولا إن إحنا اللي بيخلينا نكمل لحد هنا وإن إحنا نوصل يعني للمراكز دي وإن أنت ستيل بتكبر وموجود، إن هو الأسرة هي اللي موجودة. يعني بابا وماما على طول مساعديننا في الحوار ده، اللي هو لا كملي، يعني انت لو كنا ساعات ما كنا في الكليه، ساعات ما كنا في الشغل، اللي هو لا على طول معاكي. حتى لما اتجوزت برضو كان اخترتي زوج برضو الى حد كبير طبعا ثاني هو بيلعب ووتر بولو. انت محتاجه زوج دكتور يعني ما هنشوف الموضوع ده. لا بس ده خلاص كليه، هتشوفي فين؟ ربنا يسعد لك ايامك يا رب. فلا هو طول ما انت رياضي لازم حد يساعدك في الموضوع ده، ان انت تفضل مكمل فعلا. اللي هو مش هينفع ان هو حد ما يقولك بطل، حد يقولك لا اللي عندي مواعيد، لا هو هيبقى مقدر فعلا انت عندك تمارين، عندك وقت، بيبقى في وقت ماتشات بيبقى صعب او ان انت لازم تبقى مركز. فمفيش حد يعمل كده غير نكون فعلا فاهم الكلام ده. طب انا عايز اسالك على قبل ما نختم فقرتنا الجميله اللي انت نورتينا وشرفتينا فيها، جماهير ومشجعي النادي الاهلي في كره القدم مش محتاجين نتكلم عنهم ولا ان هم الى اي درجه بيولعوا الدنيا في الماتشات كلها. جماهير النادي الاهلي في كره اليد اخبارهم ايه؟ لا هو بصراحه يعني انا من اول موسم جيته الجمهور وهو موجود يعني كان بيملى الصاله، بيخليك انت تبقى لو انت لو مش عايز او النهارده مثلا مكسل انت تلعب او تعبان، تلاقي نفسك نازل واكل الملعب عشان هو الجمهور بيحمسك جدا. صح. بتبقى انت مش عايز تخذلهم ان هم الناس دي جت وقعدت ووقفت وراك وفي ظهرك وانت في الاخر اللي هو هتتهاون او لا، بتلاقي نفسك نازل يعني انت حتى لو تعبان مش هتقدر تحس بالكلام ده خالص. لا فانا بصراحه بشكر الجمهور جدا ان هو في ظهرنا، ويعني احنا ان شاء الله مستنيين عودتهم في الماتشات الجايه، وهم اللي بيخلونا يعني يساعدونا كتير قوي. بالظبط نقول فعلا كابتن صالح حسام نورتينا، ويا رب يجعلها اخر الاصابات ويا رب زين ان شاء الله. كل التوفيق ليكي. اهلا بيكي دايما، نورتينا وشرفتينا، وان شاء الله نلتقي معاكي مره ثانيه قريب بعد حصولك على بطوله ان شاء الله باذن الله. طيب اسمحوا لنا نطلع فاصل وثم عوده مره ثانيه لعشرة الصبح في الاهلي وفقره نوستالجيا، هنعمل فلاش باك مع كل حضراتكم لزمن الرياضة الجميل. فاصل ثم عودة، اتفضل.